برحب بكم مشاهدينا في كل مكان، اهلا وسهلا بكم. يوم جديد وحلقه جديده وبرنامج لايف كلينيك. في برنامجنا دايما بيكون معانا مجموعه كبيره من الاطباء المتخصصين واللي بيجاوبوا على استفساراتنا وتساؤلاتنا. لو ليكم اي استفسارات او تساؤلات ممكن تتواصلوا معانا من اي تليفون ارضي على 25 75 6 810. فقرتنا النهارده مهمه لحياتنا وصحتنا. الفقره الثانيه هنتكلم فيها عن الادويه وعالم الادويه، هنتكلم عن المضادات الحيويه، ايه هي استخداماتها وايه هي خطورتها ومضاعفاتها. وهيكون الدكتور مشرفنا في الاستوديو دكتور شعبان محمد جمعه، طبيب صيدلي. اما فقرتنا الاولى هنتكلم فيها عن ازاي نحافظ على صحه اسناننا وجمال اسناننا، وهو الجديد في عالم تجميل الاسنان ده هنعرفه من الدكتور مشرفنا في الاستوديو دكتور احمد محمد ثروت، اخصائي زراعه وتجميل اسنان. اهلا بك يا دكتور، شرفتنا. دكتور خلينا نبتدي في الاول، ايه هي ازاي او ازاي نقدر نحافظ على صحه اسناننا؟ طبعا اهم حاجه عشان نحافظ على صحه اسناننا ان احنا لازم نغسل سناننا مظبوط صح. ان هم عملوا دراسه واكتشفوا ان 60% من الناس بتغسل سنانها غلط. فاحنا بنلاقي كتير قوي واحد يجي لنا العياده يقول لنا انا بغسل سناني كل يوم 3-4 مرات، نبص في بقه نلاقيه برده عنده تسوس وعنده مشاكل. فاحنا اول حاجه لازم نغسل سناننا مظبوط، نعرف نغسل سناننا ازاي، نغسل سناننا امتى، هل غسيل السنان ده كفايه ولا محتاجين نعمل حاجات معاه عشان نحافظ على اسناننا. ده مهم جدا. بس كم مره المفروض يعني نقدر نقول ان هي كويس ان احنا غسلنا مثلا اسناننا 3-4 مرات؟ المفروض كم مره نغسل اسناننا في اليوم؟ هو يعني الاحسن حاجه ان احنا نغسل سناننا مرتين في اليوم، تمام؟ مره بالليل قبل ما ننام عشان نقلل البكتيريا اللي في البق، ان البكتيريا دي هي سبب التسوس في الاسنان. المره الثانيه نغسل سناننا الصبح قبل ما نفطر مش بعد ما نفطر، ودي يعني حاجه اغلب الناس انا اول مره اسمعها ان قبل ما نفطر. عاده لو غسلنا اسناننا بالليل يبقى خلاص بعد ما نفطر الصبح نغسل اسناننا، او بعد كل وجبه المفروض نغسل اسناننا؟ لا، ما هو بعد هم يعني دلوقتي في دراسات جديده اثبتت حاجات كتير. اول حاجه ان احنا نغسل سناننا بالليل قبل ما ننام عشان البكتيريا تقل، عشان البكتيريا بتنشط جدا بالليل فتقل، ولما نصحى الصبح نغسل سناننا قبل ما نفطر عشان برضه نقلل البكتيريا تاني. البكتيريا دي هي السبب الرئيسي للتسوس. احنا اول ما بناكل يبتدي البكتيريا دي تتغذى على الاكل وتفرز زي حامض كده، يبتدي ياكل في منت الاسنان ويبتدي يحصل بقى خطوات التسوس اللي احنا عارفين. فاحنا نغسل سناننا بالليل قبل ما ننام، الصبح قبل ما نفطر، بعد ما نفطر نبتدي نستخدم بقى المضمضه. هي عشان كده في حاجات تانية غير الغسيل، يعني نبتدي نمضمض بعد الفطار فنبتدي نقلل البكتيريا ونقلل تاثير الاكل على اسناننا. بس المضمضه يا دكتور هل يكفي فيه؟ يعني بنشوف مثلا في الصيدليات او في السوبر ماركت مضمضه مخصوص للاسنان، ولا بتبقى الميه كفايه او ميه بملح كفايه؟ لا لا لا، لازم مضمضه طبيه وفيها ماده بخصوصا اسمها كلورهيكسيدين. المواد دي هي اللي بتخلي البكتيريا تقل وتخلي ما يحصلش عندي تسوس، تحافظ لي على اللثه وتدي برده شكل جمالي، يعني ليها مميزات كتير. طيب معانا اتصال، ماجده. الو. ايوه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازيك؟ ليا سؤال عند الدكتور، بس لو سمحتي بس عايزه اتكلم في موضوع مهم قوي. يعني ناس كتير قالوا لي وانا بوصل صوتي، انتوا ليه مش بتعيدوا الفقرات دي اللي بتجيبوها دلوقتي؟ والله ان شاء الله هنعدها. هي كانت بتتعاد قبل كده بس في فتره معينه وقفت فيها، بس ان شاء الله هنعدها. ارجوك ان شاء الله عيدوا فتره لايف كلينيك بدل ما بتعيدوا لنا مسلسل تافه تاني. يعني شفناه يعني المغرب وبعدين بتعيدوا لنا. حاضر، هنوصل طلبك. حاضر، ليكي اي استفسار او سؤال؟ اشكرك، اتفضلي. سؤالي للدكتور، عندي النبي يا دكتور، تلاقي منه كده زي ما يكون مكسوره منه حته من جوه، تمام؟ فمش عارفه ليه كده، مع اني ما اكلتش حاجه ناشفه او كسرت حاجه ببندقه او اي حاجه من هذا القبيل او حاجه زي كده، فمش عارفه ايه اللي خلى الناب اللي هو الناحيه الشمال ليك اسئله ليه يا دكتور؟ حتة. غالبا يا فندم حضرتك حصل ليك اسئله قبل ما نجاوب يا دكتور؟ لا. طيب تابعينا، بشكرك استاذه ماجده وتابعينا، شكرا. حضرتك يا فندم غالبا حصل تسوس ما كانش باين ما بين الاسنان، فحصل ان السنه بقت مجوفه ففجاه بيتكسر منها حته، فدي عايز تحشي حشو عادي، حشو ابيض هيبقى شكلها حلو عشان دي في الناب في الوش فلازم يبقى حشو ابيض. طب ازاي يا دكتور ممكن التسويس ما يبانش؟ ساعات التسويس بيحصل ما بين الاسنان وبيبقى ما بين الاسنان وبعضها فما يبانش، وبعدين بيبتدي بنقطه صغيره جدا ويكبر جوه السنه، فمن بره يبان ان هو حاجه صغيره وبعد كده لغايه ما
تبقى السنه مجوفه خالص فتتكسر، وده بتحصل كتير طبعا. من العادات السيئه يا دكتور يمكن مدام ماجده يعني ذكرت بعضها ان هي ما يعني ما استخدمتش اسنانها مثلا ان هي تكسر حاجه او تفتح حاجه، بس من العادات السيئه فعلا ولغايه دلوقتي ناس بتستخدم اسنانها في فتح مثلا ازايز، في فتح يعني، ودي ليها اضرار كتيره جدا على الاسنان. لا دي اولا بتخلي الاسنان ممكن تتكسر منها حته، تمام. تاني حاجه ممكن في ساعات من لما بتفتح سنه جامد بتخلي السنه نفسها تتلخلخ، بتاثر على اللثه اللي ماسكه الاسنان. لا دي عادات خاطئه طبعا لازم الناس تتجنبها تماما. نتجنبها تماما. طيب معايا اتصال تاني. صفاء. ايوه اهلا بيكي صفاء، اتفضلي. اهلا بحضرتك، ممكن اكلم الدكتور؟ مع حضرتك اتفضلي. ازيك يا دكتور؟ ازي حضرتك فندم؟ دكتور انا امبارح بس لسه خالعه درس درس العقل، فتحت كده بيوجعني وحس بتعب وانا ببلع ريقي، حتى مش ببلع ميه او اكل او كده، فده عادي؟ ده سؤال. انا عندي 44 سنه. تمام. ليكي اي اسئله ثانيه؟ في سؤال لو سمحتي عن زراعه الاسنان. حاضر هنتكلم عن الموضوع ده، بس ليكي استفاضه يا استاذه احسان. حاضر. الموضوع ده وعايزه اعرف من الدكتور هو في شروط صحيه لزراعه الاسنان واي جسم ممكن يتقبل زراعه الاسنان؟ حاضر. واعرف كده قبل ما ازرع اسناني ازاي؟ تمام. حاضر هنجاوبك. شكرا لك. شكرا. نجاوبها الاول على سؤالها الاولاني. اول حاجه خلع ضرس العقل يعني غالبا بيقعد ممكن من اسبوع لاسبوعين، بعدين في الم وبيحصل دايما ساعات ورم تحتيه او حيل مكان الخلع، ده عادي ده طبيعي. ننصح انها تاخد انتبيوتيك عليه لمده اسبوع، وتاخد مسكنات، تاخد ايبوبروفين كل 8 ساعات لمدة 5 ايام، وممكن لو جالها ألم خلال بدون ذكر اسماء التجارية. لا ده اسم علمي. اسم العلم. اسم علمي. أوكي. وتاخد معاه حاجة برضو باراسيتامول، ده اسم علمي. تاخده لو في ألم خلال الثمان ساعات اللي في النص. بس ده عادي ومتوقع، حتى الألم اللي هي حاسة بيه ان هي لما بتبلع ما دام من الحيل بيبقى عامل زي حيل. فلما نيجي نبلع نحس بالألم. والألم ده المفروض يروح بعد قد ايه؟ اسبوع؟ يعني من اسبوع لاسبوعين. حسب بقى. طب ايه الجديد يا دكتور في عالم تجميل الاسنان؟ يعني دايما يعني عالم الطب دايما بيحصل حاجات كتيره جديده ودايما في تطور، ايه هو الجديد في عالم تجميل الاسنان؟ يعني اجدد حاجه حاليا حاجه بيسموها بره الهوليوود سمايل، او يعني ابتسامه النجوم، ان كل الناس تبقى عايزه ابتسامه زي ابتسامه النجوم، لونها حلو ابيض قوي وشكلهم حلو وسنان مرصوصه حلو. فاخترعوا حاجه اسمها لومينيرز. اللومينيرز دي بالظبط شبه عدسات العينين، هي بنسميها بالعربي عدسات الاسنان. العدسه دي بناخد مقاس للعيان ونبتدي نعمل له العدسات دي، ونبتدي نلزقها على سنه سنه، بيختار الشكل اللي هو عايزه، بيختار اللون اللي هو عايزه. لو في يعني سنان معوجه شويه بنلاقي ان احنا نقدر نظبطه زي ما احنا شايفين هنا. هي بتبقى رفيعه جدا زي ما حضرتك. دي عباره عن الماده يا دكتور المكونه منها بتكون ايه؟ يعني خزف او سيراميكس يعني. سيراميك. فهي بتبقى ودي مش محتاجه برد اسنان. ما دي بقى من اكبر مميزاتها. ده سؤال حلو جدا. هي اكبر مميزاتنا ما بتحتاجش برد خالص، ما بنحتاجش ندي بينج. بتتلزق على السنان على طول. هي معموله عشان تبقى باينه، فطبعا هي بتبقى طالعه السنه لقدام، بس بتدي شكل حلو واللون اللي احنا عايزينه. وفي نفس الوقت ما بتأثرش على السنان خالص، لو حبينا اي وقت نشيلها ما فيهاش اي مشكله. طيب دكتور حضرتك قلت لو في الاسنان فيها اعوجاج، في الحاله دي بنعمل ايه؟ بنصلح الاول الاسنان وبعد كده بنحط اللومينيرز؟ في حالات كتير ممكن ما نعملش تقويم ونستغنى عنه باللومينيرز، بحيث ان انا اقدر اظبط السنان المعوجه دي بطريقه باللومينيرز. باللومينيرز. وطبعا بنعمل غالبا مثلا الثمانيه اللي قدام او دي الحالات يا دكتور شايفينها دي يعني المشاكل ممكن الفرق ما بين زمان كنا بنعمل كراونز او بنعمل فينيرز كنا نضطر نبرد السنان، فهنا انا ما ببردش السنان كلها زي ما هي، حضرتك زي ما شايفه وعنده مسافات ما بين سنانه، فدي كانت مشكلته اللي مضايقاه، فاحنا بالليمونيرز قفلناها. حاله زي دي بتحتاج تقويم، بس احنا هنا قفلنا السبيس وعملنا له سمايل. يعني برغم ان في مسافات ما بين الاسنان لكن اللومينيرز حلتها ان هي بدون اي برد، بدون اي بدون يعني اي تغيير في شكل السنه خالص وما بناخدش وقت، يعني بتاخد جلستين ويقدر بعد كده يستلمها وتبقى كويسه جدا. طب ايه الفرق يا دكتور بين الفينيرز واللومينيرز؟ الفينيرز يعني اكيد في حالات ممكن تستخدم اللومينيرز وفي حالات ممكن تستخدم الفينيرز. لو عندي حاله مثلا عندها ضب جامد قوي مش هقدر استخدم اللومينيرز، ان انا لازم ابرد من السنان شويه، فلو بردت من السنان هضطر احط فينيرز. الفينير بضطر ابرد من السنان عشان اعمل رسمه معينه احط عليها الفينير، بس كشكل الاثنين كويسين. اللومينيرز كمان اقوى. شايفين برده هنا في الصور هنا عندنا الثلاث مشاكل اللي ممكن
تبقى موجودة في الأسنان. تبقى موجودة عندنا أول واحدة هو زي المسافات، وبعد ركبنا له لومينيرز فشوف اللي من تحت. نتكلم على الصورة اللي تحت. الصورة اللي تحت. بعد كده قفلنا المسافة وعملنا اللون اللي احنا عايزينه. اللي فوق ده كان عنده ستينز ألوان في أسنانه ما ينفعش تروح بالتبييض، ودي حالات كتير جدا. فغطيناها له برضو بلومينيرز، وزي ما حضرتك فرق اللون وفرق الشكل جامد جدا. هنا برضو كان عنده شوية اعوجاج في أسنانه وعوضناها برضو بالليمونيرز. هي سهلة وما فيهاش برضو ما فيهاش ألم، يعني هي دلوقتي أغلبية الناس برا بتعملها كتير يعني. ومش ممكن يا دكتور يبقى ليها أن حد، خليني أتكلم عن الصور الأول بعدين نرجع لسؤالي، دي برضو نفس المشكلة في فتحات عندها سبيسز مسافة ما بين الأسنان جامد، وشكل السنان وحش جدا فغطيناها بلومينيرز. ده اللومينيرز دي ثابتة يعني بتتلزق، حضرتك ما بتقلعهاش، بتقدري تتعاملي بيها على الطبيعي خالص. في حاجه كمان جديده اسمها سناب اون سمايل. سناب اون سمايل دي حاجه بتتلبس فوق السنان، تقدري حضرتك تاكلي بيها لو عندك تصوير عندك مناسبه. بتتلبس وبتتشال. بتتلبس وبتتشال. برضو بنختار فيها اللون اللي احنا عايزينه والشكل اللي احنا عايزينه. ممكن نعوض بقى فيها لو في سنه ناقصه، ممكن نعوض فيها لو عندنا برضو سبيسز. دي برضو من الحاجات الجديده، ودي طبعا يعني اسهل وفي نفس الوقت تكلفتها اقل. طيب معانا زينب. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا زينب. سمحتي ممكن اسال الدكتور على حاجه؟ مع حضرتك. اتفضلي. اتفضلي يا فندم. سمحتي يا دكتور، انا كنت حاشيه درسين والحشو دوت القلعه. تمام. فحاليا دلوقتي جميع ضروسي كلها بتوجعني خالص، حتى لما اجي مثلا اشرب اي حاجه بحس بالم في جميع الضروس واسناني، حتى مش الضروس بس كله. تمام. حتى لما باجي اكل مثلا في حاجه جامده شويه او كده ما بقدرش خالص، حاليا دلوقتي مفيش خالص. بس الوجع مش في الجنب بس بتاع الاسنان الحشو وقع منها، في كل الاسنان. لا مش في الجنب اللي هو عامله الحشو، لا دلوقتي حتى في كله، في كل اسناني يعني ضروس واسنانه كله. تمام. في الساقع والسخن؟ لا الساقع بس. الساقع. حتى لو في حاجه جامده شويه مثلا اجي اتكه شويه عليها ما بقدرش خالص. تمام. حاضر هنجاوبك يا زينب، سلامتك. اتفضل يا دكتور. هي الحشو يعني الحشو وقع. هي زينب عندها مشكلتين يعني. المشكله الاولى ان الحشو وقع، فطبعا هتبقى السنان حساسه جدا، ان دلوقتي العصب مفتوح فيقدر يوصل الحاجات الساقعه والسخنه فهتحس بالالم. الوجع بقى اللي في كل الاسنان دي، هي عندها اسنان حساسه، فالاسنان الحساسه بتحتاج تستخدم معجين طبيه معينه بحيث ان احنا نقلل الاحساس بالساقع وبالسخن. المعجين الطبية دي بتستخدمها لمدة أسبوعين أو ثلاثة، الألم بيروح، بس دي حالة مزمنة بتجيلها كل فترة، يعني كل فترة هتلاقي ظهر الألم مع الساعة في بداية الشتاء في بداية الصيف، وبعد كده تخف تاني وهكذا. ولازم طبعا بسبب ان هو لازم الحشو الدرسين طبعا طبعا لازم تحشي الدرسين طبعا. بس ايه هي الأسباب يا دكتور اللي ممكن تخلي الحشو يقع؟ ويعني في أنواع معينة من الحشو يفضل ان احنا نستخدمها؟ لا هو يعني هي نصها على طبعا على الطبيب ونصها على المريض يعني. طبعا يعني الحشو لو معمول كويس المفروض ما يقعش، بس في حاجات معينه ممكن لو المريض مثلا بياكل اللبان الاكلير الحاجات اللي هي بتشد دي تقدر تطلع اي حشو اي كراون، عشان كده بننصح دايما ان احنا نبعد عنها. الحاجات برضو اللي مش كويسه اللب الحاجات دي برضو بتكسر اي حشوه، اللي بياكل حاجات ناشفه جامده قوي برضو ممكن تاثر على اي حشو. بس لو الحشو معمول كويس المفروض ان هو بيقعد خمس سنين، ويعني ولازم حضرتك تشوفي كل تتشك كل فتره تشوفي كده اخباره ايه، انه كويس فيش اي مشاكل وهكذا. طيب مع اتصال تاني. عبد الهادي. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا بيك. يا عبد الهادي استاذنك تسمعنا من السماعه وتطفي التلفزيون نهائيا. اتفضل. حاضر. اتفضل. والله يعني عندي عاوز اسال الدكتور. اتفضل مع حضرتك. اتفضل. كنت عاوز اسال الدكتور، عندي اربع سنان قدام كلهم ملخلخين. تمام. ايوه. ممكن اخد مقاسهم هم وراكبين واخلع وركب على طول؟ يعني الاربع سنان دول ملخلخين؟ خالص. لا ما لو ملخلخين خالص يا حاج مش هينفع، لازم هيتخلعوا وتعمل مكانهم بقى طقم، او لو ممكن تعمل زراعه لو العظم عند حضرتك كويس. لكن حضرتك ما ينفعش ياخد المقاس هم وراكبين عشان الشكل بس. حضرتك بتقول ملخلخين خالص، يعني في لخلخه احنا نقدر نركب عليها وفي لخلخه لا، يعني حضرتك تروح للدكتور وهو بيقرر. شكرا يا عبد الهادي. شكرا 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 عبد الهادي.
هو قصدي الدكتور ان هو عشان ياخد المقاس لازم يعني ممكن ياخد المقاس على اسنانه اللي هي موجوده، ما هي ولا حسب درجه اللخلخه يعني. في لخلخه ما اقدرش اخد عليها مقاس، هتتشال الاول واخد عليها مقاس هتطلع معايا في المقاس، وفي لخلخات بنقدر ناخد عليها المقاس. حضرتك قلت يا دكتور ان الحشو بتاع الاسنان بعد 5 سنين لازم نعمل نشوف فيه مشاكل ولا لا؟ ايه هي المشاكل اللي ممكن تحصل بسبب الحشو بعد فترة طويلة يعني؟ ممكن يحصل تسوس طبعا تحت الحشو نتيجة ان العين مثلا ممكن ما بينظفش كويس، ممكن بيتفتح زي حتة من الحشو او تتكسر حتة بس ما يطلعش، فبرضو تعدي بكتيريا ويحصل تسوس. ممكن يبقى الحشو ضغط على اللثة بعد فترة، يعني في مشاكل كتير بتحصل من الحشو. عشان كده لازم كل فترة نروح ونشوف اخبار الحشو ايه واخبار اللثة ايه، الحاجات دي مهمة جدا. طبعا حضرتك جايب الطريقة الصحيحة ان احنا ازاي نغسل سناننا بطريقة صحيحة. حضرتك قلت المفروض نغسل سناننا قبل ما ننام واول ما نصحى الصبح، تمام، ونستخدم على بعد كل وجبه المضمضه ونستخدم الخيط الطبي مره واحده في اليوم. ده بيفضل ايه، في وقت معين برضه الخيط الطبي؟ لا احنا بنقول انت تستخدمه في الوقت اللي انت تبقى فاضي فيه شويه، يعني الواحد بيرجع تعبان قوي وبينام على طول، لا نعمله في وقت تبقى انت رايق كده، تقدر تعمل الخيط الطبي ما بين اسنانك كويس، عشان دي من الحاجات المهمه جدا وبتحافظ على الاسنان، وخصوصا التسوس اللي ما بين الاسنان اللي ما بيبانش. طبعا بس الخيط الطبي يا دكتور نستخدمه بعد ما نغسل اسناننا ولا قبل غسيل الاسنان؟ مش هتفرق يا قبل يا بعد، مفيش مشكله. طب بالنسبه للطريقه الصحيه لغسيل الاسنان؟ بالنسبه لغسيل الاسنان احنا اول حاجه بنقسم البق الاربع ارباع بالنص كده، يمين شمال فوق شمال تحت يمين فوق يمين تحت، بنبتدي نمسك الفرشه 45 درجه ونبتدي نعمل دوائر. تمام، كل ربع لازم ياخد مني حوالي 30 ثانيه، يعني اوفرول هياخد حوالي دقيقتين. تمام، الاسنان كلها تاخد دقيقتين. هنبتدي نمشي كده دوائر، تمام، وبعد كده ونوصل فرشه برضه للثه يا دكتور، لان ده ما هي بقى المشكله، لا نغسل كده كده ده هيضر اللثه، ولا هنغسل فوق وتحت ده برضه هيضر اللثه، هيحصل عندي بقى انكماش اللثه او انحسار اللثه، ابتدي يظهر عندي اللي هو بيسموه البلاك تريانجل اللي هو المثلث الاسود، تلاقي ما بين السنان في حته سودة، هي مش تسوس، هو حضرتك اللثه بعدت فحضرتك شايفه اللون الاسود ده. فاحنا بنغسل دوائر 45 درجه لغايه ما نطلع لقدام، وبعد كده نفتح بقنا ونغسل من ايه، من هنا، وبعدين كمان لازم نغسل من جوه. من جوه بيتغسل ازاي؟ قدامنا حل من اتنين، يا اما بنغسل كده اهو، يا اما بنجيب الفرشه كده ونبتدي نعمل على اسناننا كده كده. انا لو عملت كل ربع كده يبقى انا كده ايه، غسلت اسناني مظبوط، يعني كده مش هيحصل لي تسوس لو انا حافظت. الحاجه الثانيه قصدي يا دكتور لما نعمل زي الدوائر على الاسنان مع اللثه، ده بيعتبر كمساج برضو للثه؟ فعلا حضرتك، ده فعلا ده مساج، انا بعمل كده مساج للثه. بس احنا بننصح الناس دايما، الناس اللي بتغسل سنانها بايدها اليمين تبقى دايما في الناحيه الشمال تغسل بالراحه، ان انت بتغسل الناحيه الشمال جامد قوي. تيجي على الناحيه اليمين تلاقي نفسك مش متمكن فتغسل بطيء، وتيجي على الناحيه الشمال تحاول تركز اكتر ان انت تبقى مركز في حركتك، ما تجيش ناحيه اللثه، وفي نفس الوقت ما يعني ما تغسلش بالراحه قوي بحيث ان ما يحصل لكش ما تغسلش سنانك كويس. يبقى قلنا من قدام تبقى من فوق لتحت كده 45 ونبتدي نعمل دوائر. بالنسبه لتحت نفس الحكايه، ونبتدي نعمل دوائر. بنيجي برضو من هنا بنعمل دوائر، يبقى كده انا خلصت النص ده. يعني كل قدام دوائر، يعني كل اللي قدام دوائر. هي من ورا بس ان انا عشان ما بقاش مش هعرف اعمل دوائر، فبنعمل اللي هو كده او بنعمل من فوق لتحت. من فوق لتحت برضو بالراحه. الحاجه الثانيه ان انا لازم بعد ما اخلص غسيل سناني الاربع ارباع ببتدي انظف برضو لساني بالفرشه، لازم امشي على لساني كده بالفرشه. الحكايه دي بتفرق جدا ان احنا ما يبقاش عندي يعني ريحه في الفم او يبقى عندي بكتيريا برضو في الفم. انا كده غسلت سناني مظبوط، برضو ممكن يحصل لي تسوس، انا كده يعني نظفت سناني بنسبه 60%. لازم بعد كده لازم استخدم الخيط الطبي. الخيط الطبي لازم استخدمه على الاقل مره في اليوم. تمام، الخيط الطبي سهل جدا ما فيهوش اي مشكله. في الاول الناس ممكن تعاني شويه ان هو بيبقى عنده الم شويه في اللثه، مش عارف يدخله ما بين سنانه، فننصحه ان هو يستخدم اللي هو بيبقى واكست، اللي هو بيبقى فيه زي شمع، اللي فيه شمع بحيث ان هو يقدر يعدي بسهوله ما بين الاسنان. بس احيانا حتى مع الخيط الطبي يا دكتور ممكن يحصل ان مع الاسنان يحصل نزيف بسيط كده، ده ما فيهوش مشكله ولا لما يبقى زياده ممكن، ولا الاسنان اصلا بيبقى فيها مشكله فبالتالي بتؤدي ل ينزل دم بسيط؟ لو حصل نزيف يبقى الاسنان فيها مشكله، يبقى انا عندي مشكله في اللثه،
يبقى انا غالبا عندي جير انا ما شلتوش، او عندي التهاب في اللثه نتيجه حشو، او نتيجه ممكن تكون خبطه، او نتيجه استخدام الفرشه الخاطئ. وبرضه نحب ان استخدام الصحي ايه، يعني ازاي اقدر اختار الفرشه المناسبه ليا سواء للصغيرين او للكبار؟ اول حاجه حجمها، يعني لو انا بقي صغير ما نقيش فرشه تكون كبيره، تكون صغيره عشان اعرف استخدمها كويس. ثاني حاجه لازم تكون سوفت او ميديوم سوفت عشان نقدر نغسل بيها اسناننا وما تعملناش اي مشكله. الحاجه برضو نحب نقولها ان المدخنين بالذات بتلاقيه بيغسل سنانه جامد جدا عايز يشيل اثار التدخين، فهو من الغسيل الجامد بيبتدي يكشف الجذور بتاعه الاسنان، والجذور دي لونها اصفر فيغسل سنانه اجمد عشان اللون ده يبقى شكلها طويل، فالسنه يبقى شكلها طويل بالظبط زي ما قلت، واللثه تطلع لفوق خالص ويظهر عنده السواد. فده يعني هي مش بالجامد، هي مهم بتبقى صح. طبعا يعني التدخين طبعا كل ما يقل كل ما نحافظ على اسناننا. طيب معانا اتصال تاني. ايمان الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي مع حضرتك. اتفضلي يا ايمان. اتفضلي. ازيك؟ اهلا وسهلا يا فندم. بقول لحضرتك كده بصوا، انا شايفه مشكله عندي انها يعني الدم كده. ايمان استاذنك، ايمان بعد اذنك خطك مش واضح خالص، فلو بتكلمينا من موبايل اوف في حته. ايوه اتفضلي. اتفضلي. اي فندم اتفضل كده احسن. اتفضلي. اي حضرتك لا ايمان الخط الصوت مش واضح بعد اذنك استاذنك، يا ريت تحاولي تتصلي بينا مره ثانيه. لا بالنسبه للمدخنين يا دكتور، حضرتك قلت ان هو ما يغسلش اسنانه بطريقه جامده بحيث ان هو ما ياثرش على اللثه، وبرده يستخدم الفرشه اللي هي الناعمه. برده يستخدم الناعمه، ان الفرشه الناشفه ما بتعملش اي حاجه غير انها بتشيل من طبقه المينا، وطبقه المينا دي هي اللي لونها ابيض، هي اللي لونها لامع فبتدي الشكل الحلو، والطبقه اللي تحتيها لونها اصفر، فهو كل ما يشيل من طبقه المينا هتلاقي السنه اصفرت زياده، بالعكس ما بتبيضش خالص، دي مالهاش اي فايده يعني. وبالنسبه للاطفال يا دكتور ايه يعني المفروض؟ الاطفال طبعا بياكلوا حلويات وبياكلوا حاجات ممكن تضر اسنانهم، هل لازم نلتزم برضو ان هو قبل ما يناموا اول ما يصحوا، ولا الاطفال ليهم طريقه اخرى؟ الاطفال يعني الاطفال اللي هي ما تقدرش تغسل سنانها دي، بننصح الامهات ان هي يعني لازم تتاكد اول ما ينام ان مفيش اكل في بقه، دي اكتر حاجه بتعمل التسوس. يعني بقطنه مبلوله كده ميه تمشي على كل السنان الموجوده، او حتى لو ما عندوش سنان لسه متاكد ان مفيش خالص اكل في بقه. الحكايه دي بتخلي فعلا يحافظ على اسنانه لغايه ما يقدر يغسل سنانه. اول ما قدر يغسل سنانه بجيب له فرشه وبجيب له معجون وابتدي اعلمه ازاي يغسل سنانه، وطبعا يعني بعد كل اكله احاول اخليه يغسل سنانه. الاطفال اكتر شويه ان هو هتلاقي عنده السويتس كتيره والشوكولاتات والشيبسي والحاجات دي، فدي يعني دي حاجه. الحاجه الثانيه طبعا نحاول نقلل شويه من الشوكولاتات والحاجات دي، ان دي فعلا بتعمل تسوس كتير، ومش كل ما يطلبوا ياخدوها يعني لازم. وفي السن اللي هم المفروض يغسلوا اسنانهم يا دكتور، يفضل بعد كل اكله يعني اي حاجه بسيطه اكلوها نغسل اسنانهم، ولا نغسل يعني 3 مرات بالنسبه للاطفال كفايه؟ وممكن نعوده يستخدم مضمضه، وبندي مضمضات فيها فلورايد بالنسبه للاطفال بحيث انها تقوي السنان شويه، بس طبعا لازم تتاخد تحت اشراف طبيب، انها لو اتاخدت فتره طويله برضو مش كويس يعني لازم ليها. طب نتكلم عن اضرارها بس. ناخد اتصال. فاتن الو. اهلا بيك تبقى فاتن. اتفضلي يا استاذه احسان. الحمد لله الله يخليك. اتفضلي يا فاتن. الله يخليك يا حبيبتي. ممكن اسال الدكتور؟ مع حضرتك. اتفضلي. اتفضلي يا فاتن. اوكي ممكن سؤال يا دكتور بس بالنسبة لأحفادي الأخ والأخت، يعني بيطلع لهم أسود في سنانهم على طول ما بيطلعش، عامل زي الصبغة كده. تمام. ده يعني إيه بقى علاجه يا دكتور؟ هم عندهم كام سنة؟ في 6 وفي 10. هم عايشين في مصر يا فندم؟ نعم. عايشين في مصر؟ لا في مصر حضرتك. وبيشربوا من ميه فلتر او مي او في ميه خزان؟ في ميه مش خزان حضرتك، هم عاملين فلتر. طيب. دي غالبا بتبقى من ميه. حاضر هنجاوبك استاذه فاتن. شكرا لك. شكرا. في بيحصل عند الاطفال يحصل زي سواد كده على الاسنان كلها، ده بيبقى غالبا من نتيجه ميه، غالبا بيبقى ميه فلتر، يبقى الفلتر عايز ينضف او في مشكله فيبتدي يحصل ترسبات للسواد على الاسنان، وبتحصل اكتر عند الاطفال ان الاسنان الاطفال بتبقى المسام مفتوحه شويه فبتقدر تاخد اللون بسرعه. بس الترسبات دي يا دكتور بتبقى عباره عن ايه؟ يعني هل تسوس يعني بدايه تسوس؟ لا 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 مش تسوس، هي بتبقى لون بس، لون غامق. وبرده بتحصل لو حد بيشرب من ميه خزان،
لو الخزانه ما بيتنضفش كويس يعني بيبقى فيها مشكله معينه في الميه هي اللي بتؤدي لي مشكله معينه في الميه هي اللي بتؤدي الى كده. الحاجه الثانيه الخزان برضه لازم تنضف كويس. حاجه كمان في ناس بس دي قليل جدا بيبقى عنده عيب خلقي في الاسنان فبتلاقي ان هو برضه بياخد اللون من اي حاجه يعني مثلا كل سكراته ياخد منها اللون بس بيروح بسهوله بعد ما يغسل اسنانه بيروح بالفرشه بس بنلمع حاله في العياده بتروح على طول يعني بس هيحتاج يواظب كل 3 شهور لازم يعملها. مريم الو الو اهلا بيك يا مريم اتفضلي. لو سمحت ممكن اكلم الدكتور؟ ما حضرتك اتفضلي. اتفضلي فين؟ لو سمحت يا دكتور انا دلوقتي اسناني عيادها دايما بتسود بسرعه تمام مهما غسلت فيها فيعتبر جبتي كلها اصلا مسوده. انا حسيت منها حشو بس في ضرس محشي هو بلاتين فدايما لما باكل او اي حاجه بحس مع الحاجات الساقعه وجع. تمام وبعدين عايزه اقول حشيه بقالك قد ايه يا فندم؟ نعم حشيه بقالك قد ايه؟ بقاله ساعه سنه سنه واحده؟ وعايزه رقم حضرتك. حاضر يا فندم شكرا يا فاتن. هي عندها دكتور يعني التسويس اللي هو بيبقى في الاسنان كلها دي بتبقى اسباب معينه ان هي هل حاجه وراثيه هل حاجه معينه بتاكلها يعني ايه هو السبب؟ طبعا العادات مهمه جدا يعني واحد بياكل دايما حاجات مسكره ما بيغسلش اسنانه قبل ما ينام يعني الحاجات دي طبعا بتاثر جامد جدا. وفي ناس بتبقى يعني احنا عندنا في مصر بالذات بتلاقي ناس بتغسل اسنانها اللي قدام بس يعني هو بيركز على اللي قدام بحيث ان الابتسامه تبقى حلوه بس ما بيغسلش جوه خالص كويس. هي لو غسلت سنانها كويس وعملت زي ما قلنا بالمضمضه وبالفلوس يبقى كده هتقلل اللي يطلع لها تسوس. بالنسبه بقى للمسوسين دلوقتي دول لازم يتحشوا يعني دول ما لهمش حل لازم يتحشوا. وبالنسبه للمحشي بلاتين هي لو لسه بقاله سنه ولسه بيوجعها هي بيفضل انها تعيد الحشو وتحط حشو ابيض بدل حشو بلاتين. حشو البلاتين بيبقى موصل للحراره فالسائع والسخن بيوصل للعصب فهي تشيله وتحط حشو ابيض ده ما بيوصلش هيبقى اريح لها بكتير. بس عموما يفضل انه تحشي يعني البلاتين ولا الحشو الابيض عموما يستخدم ولا ده حسب الدكتور هو اللي بيقرر؟ لا حسب الدكتور هو ما بيحدد. هو في ناس تقول لك ان هم بره بطلوا يستخدموا الحشو البلاتين بس ده يعني معلومه غلط يعني لا في بلاد كتير جدا لسه بتستخدم البلاتين وهو فعلا حشو كويس بس حسب الحاله طبعا الدكتور هو اللي بيقرر. دكتور احمد بشكرك لوجودك معانا وبشكرك على كل المعلومات اللي افدتنا بيها وشكرا شرفتنا. مشاهدينا اتمنى تكون الفقره استفدتوا منها. استنونا فقراتنا لسه ما خلصتش لكن بعد الفاصل خليكم معانا.